والآن نبقى مع أبرز ما اخترناه من الصحف لهذا اليوم، والبداية مع الديار. كشفت مصادر سياسية مطلعة أن زيارة وزير الخارجية القطرية الخاطفة إلى بيروت لم تكن مخصصة فقط للإعلان عن تقديم مساعدات غذائية للجيش اللبناني، فأمر كهذا لا يتطلب عناء القيام بزيارة. لهذا فإن الهدف غير المعلن للزيارة هو هدف لنقل تحذيرات من مخاطر السير وراء حزب الله ضمن استراتيجية التوجه شرقا. وقد نقل موقفا خليجيا موحدا مفاده أن أي استقبال لسفن نفط من إيران من دون موافقة الدولة اللبنانية يعني الانقلاب على المعادلة التي قام عليها لبنان، وإذا حصل ذلك سيستدعي ردود أفعال إقليمية ودولية كبيرة. إلى الراي الكويتية التي كتبت: اعتبرت أوساط مطلعة لصحيفة الراي الكويتية أنه بصرف النظر عن مآلات الحراك الفرنسي الأمريكي، فأن السابق الدبلوماسية في العلاقات بين الدول التي شكلها قيام سفيرتين بزيارة بلد ثالث لبحث أزمة البلاد أو البلد المعتمدتين فيه لها أبعاد بارزة لجهة نزع الاعتراف ضمنا بشرعية السلطة في لبنان، كامتداد لإشارات غربية متلاحقة إلى أن التعاطي مع غالبية الطبقة السياسية بات على قاعدة أنها أشبه بخارجة على القانون. ودعت الأوساط نفسها لعدم المغالاة في التوقعات حيال مآل هذه الهبة الخارجية التي ذهب البعض إلى التوسع في تفسيرها، أو الهبة الخارجية التي ذهب البعض إلى التوسع في تفسيرها على أنها تمهد لمؤتمر حول لبنان يناقش أزمته في أصلها السياسي المتصل بتفوق حزب الله ومن خلفه إيران في الواقع اللبناني بأبعاده الإقليمية. إلى لبنان 24 التي كتبت: مصادر صحفية مقربة من حزب الله نقلت أجواء مفادها أن أي قرار بفرض الوصاية الدولية على لبنان سيؤدي إلى تفجير الساحة اللبنانية، وبالتالي سينقلب على الدول التي اتخذته، محذرة من أن الانهيار الاجتماعي والاقتصادي الكامل والفوضى الأمنية سيطيح بالمصالح الأمريكية الغربية الخليجية في لبنان ويهدد أمنهم الداخلي، وسينقل لبنان إلى مرحلة جديدة على المستويات كافة بعيدا عن السيطرة الغربية. في المقابل أوضحت مصادر مطلعة ظروف صدور التوصية، فقالت: في إطار مناقشة نواب فرنسيين مع رئيسة لجنة الدفاع والأمن فرانسواز دوما تهديدات داعش في سوريا والعراق وإمكان تمدد ذلك إلى لبنان، طلب بعض النواب الفرنسيين من رئيسة اللجنة اقتراح توصية بتشكيل فريق عمل دولي تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي بهدف تعزيز الأعمال الإنسانية. وأشارت المصادر إلى أن حدود التوصية إنساني بحت، وأن المقصود تشكيل فريق عمل مدني لا عن قوة عسكرية هدفه ضمان حسن توزيع المساعدات. ننتقل إلى صحيفة الجمهورية. أكدت مصادر مطلعة للجمهورية أن الرهان على لقاءات الرياض ارتفع منسوبه لمجرد ربطها بوصول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى العاصمة السعودية في زيارة مبرمجة سلفا بالتزامن مع الحديث عن اجتماعات مهمة عقدت في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، أبرزها اللقاء الذي جمع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند والمستشار داريك شولت، حيث تناول اللقاء تفعيل المساعدة الخارجية للبنان المنكوب، لا سيما منها مساعدة جيشه الذي يعاني أزمة سيولة نقدية. كذلك تناول ملف الأمن القومي الإقليمي ودعم السعودية للدفاع عن نفسها من الهجمات عبر الحدود وتحسين حقوق الإنسان. وفي المعلومات أن وزير الخارجية الأمريكية انضم إلى المجموعة في جزء من الاجتماع لمناقشة الجهود المبذولة لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار في اليمن والانتقال إلى العملية السياسية، كذلك مناقشة الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي والإغاثة الإنسانية للشعب اللبناني وقضايا ثنائية رئيسية أخرى. أيضا في الجمهورية كتبت إيفا أبي حيدر: الفواكه تصدر واللبناني يرك على البطيخ. مقتطف من مقالها بعد قرار وقف إدخال المنتجات الزراعية إلى المملكة العربية السعودية، هول المزارعون بأن هذا القرار سيؤدي إلى تكدس الإنتاج وبالتالي إلى خفض أسعار المنتجات الزراعية اللبنانية، إلا أن المستهلك لم يلاحظ تراجعا في الأسعار، لا سيما الفاكهة التي تبدأ أسعارها من 12 ألف للكيلو ليقترب البعض منها من 100 ألف ليرة،
ما القصة؟ هل اتجه المزارعون جميعا نحو التصدير؟ وهل وجد لبنان سوقا بديلة من السوق السعودية فتمكن من تصريف إنتاجه؟ القطاع الزراعي ليس بخير، هكذا يصف رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع إبراهيم الترشيشي وضع القطاع، وقال للجمهورية إذا كان اللبناني يشكو من ارتفاع أسعار الفاكهة والخضار فهذا لا يعني أن المزارعين بخير، عازيا ارتفاع أسعار الفاكهة خصوصا إلى ندرة الإنتاج بسبب التقلبات المناخية التي شهدها لبنان هذا العام. تفاصيل أكثر في مقال إيفا بحيدر في الجمهورية. نختم مع رجانة حمية ومقالها في الأخبار. التلاعب بالدواء، الدولة تتفرج على سلام عسلامة والمحتكرين. لا أحد حرفيا يدري حل تلك الأحجية سوى حكم مصرف لبنان نفسه. حتى نقابة مستوردي الأدوية لا تعرف الجواب سوى أننا تبلغنا أن مصرف لبنان سيبدأ بدفع المستحقات، نستطيع التأكد من ذلك في الأيام المقبلة بحسب ما قال نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة. هذا يعني أنه حتى هذه اللحظات لا تزال القصة أشبه بلعبة القط والفار التي لا أحد قادر على حسمها سوى القابع في المركزي. وبحسب مصادر وزارة الصحة الأمور إلى الآن على حالها، فعندما يقرر مصرف لبنان ما هو مرصود للدواء عندها نستطيع أن نقدم فورا الاستراتيجية الملائمة. لا تزال الكرة في ملعب المركزي، وإن كان ذلك لا يعفي وزارة الصحة من مسؤولياتها وضياعها في تقدير الأدوية الأولوية بما يخفف من الفقدان اليومي لعشرات الأنواع من الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة، منها على سبيل المثال لا الحصر إحدى الأدوية الأساسية التي يتناولها مرضى التصلب الويحي والمفقودة اليوم من الصيدليات وحتى من مركز الكارانتينا التابع لوزارة الصحة. بعد 7 أشهر من المماطلة يوقن المعنيون بملف الدواء اللا مجال للتصديق المطلق على البلاغات والبيانات الآتية من المصرف ما لم يصبح الفول بالمكيول. لذلك كانت الخطوات الأخيرة المتسارعة التي تقوم بها وزارة الصحة العامة لمحاولة إيجاد مخرج ولو مؤقتا لحلحلة أزمة الدواء وتعويض الأدوية المفقودة في السوق. لهذا السبب أجرت على مدى الأيام الماضية اجتماعات عدة، آخرها جمع الوزير حسن بأعضاء اللجنة المكلفة متابعة ملف الدواء لاستعراض بنود السياسة الطارئة المتعلقة بتحديد الأولويات والتي يفترض أن تغطي الحاجات الأساسية والمدروسة للسوق على أساس الدعم المتوافر على أن تصبح جاهزة بحلول المطلع الأسبوع المقبل. اليوم هناك إضراب من قبل تجمع أصحاب الصيدليات. معنا مباشرة دكتور علي صفا وهو عضو لجنة تجمع أصحاب الصيدليات. صباح الخير دكتور. صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. إذن دكتور اليوم أعلنتوا الإضراب، كان الإضراب لازم يكون التنين بحسب إعلان سابقا ولكن تم تأجيله لنهار الجمعة. ليس هناك البعض يقول والنقابة أن العدد ليس كبيرا بالنسبة للصيدليات التي أضربت اليوم، الدليل أنه نحن وبالطريق في صيدليات فاتحة كتير. هيدا الإضراب مين موجود فيه ولين عمل لهذا الانقسام بدل ما كل الصيدليات تضرب أو تتخذ موقف موحد لنصل إلى خاتمة على القليل جيدة بالنسبة للمواطن؟ خليني لك أنه نسبة الالتزام حسب المناطق. نعم. وصلت ل 98% بمناطق تانية كانت أخف. ليش نحن مش برأي واحد؟ لأنه النقابة عندها اعتباراتها أنه بحسب القانون لا يمكن النقابة أنها تضرب، وبالتالي انه هن ما قادرين نكمل بهيدي الطريقه اللي ماشيين فيها. نعم. خليني اقول لك بس كيف او شو رح تعملوا اليوم وشو المطالب؟ ليش وصلنا لهون؟ خليني اقول لك ليش وصلنا لهون وشو اللي هذا الانقسام. نعم تفضل. نحن من يعني وقت اللي مصرف لبنان قال ما عادش في عندي مصاري. نعم. سياسة وزارة الصحة كانت خاطئة بالتعاطي مع الأمور، يعني من وقت ما كان الدعم 1,200,000,000 كانوا عاملين دعم لكل الأدوية، مش عم بيصنفوا الأولويات. لو صنفوا الأدوية بين أين هي عندها أولويات من سنة، كان هذا الدعم 1,200,000,000 كانوا ضاينونا 3 سنين. كانوا عم بيعتمدوا سياسة التجاهل، لحد ما وصلنا لمن 3 أشهر كمان كان حاكم مصرف لبنان عم بيقول انه الدعم عم ينقص رح نوقف الدعم، يعني دائما كان عم بيحذرنا. الجواب كان انه دعم الدواء هو خط احمر،
بدل ما نعمل خطط من 3 أشهر ومن سنة لحتى كيف بدنا نواجه هذا الموضوع، دعم الدواء خط أحمر وكنا باقيين ساكتين. هذا الشيء أدى لو وصلنا للي وصلنا له اليوم، المستوردين حاجزين الأدوية عندهم بالشركات وبالمستودعات لأنه مصرف لبنان ما صرف لهم لألا اعتمادات لألا. وبالتالي الصيدليات صارت فاضية. نحن خلال اليومين الماضيين تعرضنا للإهانات وللبهدلة وصارت حياتنا بخطر. في صيدلية بجبيل انضرب الصيدلي، المدمنين عم بيستغلوا هيدي المساله. اذا شفتوا الفيديوهات اللي بسوهم من طرابلس، فاتوا بيقولوا عنده زلديار، والزلديار هو ماده مخدره لا يمكن انه تنصرف بدون وصفه طبيه، عنده 20 علبه زلديار اخذوهم منه. فاتوا على مستودع بطرابلس كمان، هو بيزود المستشفيات باوبر البانج، يعني مخدرات النائيه. كمان ما بعرف اذا سطيوا عليهم ولا شو عملوا. هذا التفلت الامني، وبغض النظر يعني مع غض نظر من وزاره الداخليه او من القوى الامنيه، وعم يتركوهم وكانه هودي ثوار مطالبين بالحريه، ادى لتفاقم الامور. وهذا اللي ادى انه قربنا اضرابنا، كنا ناويين نعمله الاثنين، قربناه للخميس ليوم الجمعه. وبلشوا فيه بطرابلس من نهار الخميس، لانه نحن صرنا ببوز المدفع، ونحن عم نتعرض، يعني صار حياتنا وممتلكاتنا بخطر. مشان هيك نحن يعني مش المطالب هي متوجهة ابدا. نحن ارقام تليفوناتنا مع هي المطالب انه مصرف لبنان يحل هذا الموضوع. يلي بده اي دواء طارئ، اي شيء بيصير عنده، نحن مستعدين نفتح ونعطيه اذا حاله طارئه. مطالبنا هي انه وزاره الصحه اللي تاخرت بالعمل، ما فيها هلا تيجي تقول انا كمان بعد اعطوني وقت. ما نحن اللي بالمواجهه مع العالم، مفروض انه اللوائح موجوده عند وزير الصحه على المكتب، بيقدر يمضي اللوائح. مجرد امضاء اللوائح بانه بحسب ترشيد الدعم اللي اتفقوا هن ومصرف لبنان عليه، نحن ولا يوم طلبنا بوقف الدعم، نحن بس عم نطالب بتوفر الدواء. اذا 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 في ترشيد للدعم واللوائح موجوده عندهم، تفضل نفذها، امضيها يا معالي الوزير، خلي الشركات تسلم الادويه للصيدليات، خلي المواطن يحصل على دواء. ما عندنا مطالب اكثر منها. ويا وزاره الداخليه ويا قوى امنيه احمونا، لانه نحن ما ممكن نقدر نكمل هيك، والامور عم تتفاقم. يعني هلا احد رؤساء البلديات عم بيقول انتم تشاركون بقتل الناس باقفال صيدلياتكم، هذا تحريض على القتل، وكانه عم بشجع العالم بانه بدل ما يهدي العالم عنا، وكانه نحن صرنا صار المشكله عنا، عم بشجع العالم انها هي تروح على الصيدليات وتعتدي على الصيادله. نعم دكتور، النائب يقول اليوم ايضا انه نهار الاربعاء هناك هي الجواب الحاسم من قبل وزاره الصحه ومصرف لبنان. بعد الاربعاء معقول يكون في تصعيد من قبل النقابه مجتمعه، ليش ما نطرتوا الى ان يوصل يكون الصوت واحد واقوى، خصوصا انه واضح انه في تشتت نوعا ما، في فريق ضد النقابه، في فريق ضد الاضراب، في فريق مع الاضراب، يعني في اكثر من 3 أقسام بالنقابه. مصرف لا لا لك، نحن كل الصيادله كلمه وحده ومع بعضهم. بس اللي صار انه بعض يعني اقتنع ببيان اللي طلع من النقابه امبارح، انه خلينا نعطي فرصه اكثر. انا اللي بدي لك انه هذا هروب نحو الامام. مصرف لبنان امبارح قالوا انه صرف الاعتمادات لوزاره الصحه، وزاره الصحه من اسبوعين قالت ان هي جهزت اللوائح واعطتهم لمصرف لبنان، يعني اللوائح موجوده. تاخير الموضوع للتنين والثلاثه والثلاثه والاربعه، هذا نحن عملنا اضرابات تحذيريه كذا مره. نعم يبدو ان الصوت قد نحن قطع. تفضل. نحن عملنا اضرابات تحذيريه قبل هلا كذا مره، وحطينا وعملنا نعم عملنا اضرابات تحذيريه قبل هلا وعلينا الصوت، بس للاسف ما كان في اذان صاغي لمطالبنا. مشان هيك هلا ما في انقسام. اما بتقولي لي انه والله النقابه لحتى اضرب نهار الاربعاء، النقابه من ضمن اولوياتها الاضراب ممنوع عنده. لانه هذا بيعتبروه انه هو مخالف للقانون. من دكتور ما عم نقدر نسمعك، بس ما بعرف اذا هلا عم تقدر تسمعني. يبدو انه الهدف دكتور، الاضراب او التحركات الاحتجاجيه هل هي متصاعده من قبل؟ بس مش الاضراب مش موجه ضد الناس، مثل ما قلت لك ارقامنا مع الناس، وفي صيدليات فاتحه، وما بدنا نحن نقطع الدواء عن حدا.
بس هو صرخه اول شيء لوزاره الداخليه انه حمونا، نعم، وثاني شيء لوزاره الصحه انه السياسه الغلط صار لازم توقف. هلا انتم عم بتفتشوا، كيف بدكم تفتشوا، كيف بدكم تلاقوا مصادر من برا لتامين الدواء للناس؟ هذا الحكي كان لازم يصير من 3 اشهر، من 4 اشهر. انتم بتتحملوا مسؤوليه الوضع اللي نحن وصلنا له. نعم، هذا الاضراب هو مفتوح والى متى، وهل هو تصاعدي؟ الاضراب هو مفتوح. النائب، سعاده النائب، قال انه هن الثلاثه وزاره الصحه بدها تمضي هيدي اللوائح، وانا بقول لك وكلنا بنعرف انه اللوائح موجوده على مكتب الوزير، في يمضيها اليوم. من هون لحتى يمضيها الوزير نحن مكملين بالاضراب، وبعتقد انه الامور رح تتصاعد اكثر، وخصوصا لما يعرفوا الصيادله يلي قرروا انه يعطوا مهله للنقابه اكثر او للوزاره اكثر. إذا ما مضى هذا الموضوع نهار الثلاثة وما صار في عنا دواء، بدي الناس تعرف أنه نحن مش مطلبنا رفع الأسعار، مش مطلبنا أنه نحقق أرباح، مطلبنا يصير في عنا دواء بأي ثمن. صحيح، لأنه ما في دواء، أنتم سعروا كيف ما بدكم بس يصير عنا دواء، وهذا الشيء مش حيحصل طالما المستورد حاجز الأدوية بانتظار إمضاء هذه اللوائح. فإمضاء هذه اللوائح هي لخدمة الناس مش لخدمة الصيدلي، لنحصل، نعم، على دوائنا بس. نعم دكتور، بعض زملائكم بيعتبر أنه هذه الخطوة هي خطوة انتخابية، خصوصا مع اقتراب انتخابات نقابة الصيادلة. ابدا، معظم يعني اللي عم بيشتغلوا اللي نظموا هذا الاضراب يمكن في واحد منهم مرشح على الانتخابات، ونحن ما حدا مننا مرشح ولا حدا عنده طموح انتخابي. ابدا، من ضمن عم بقول لك كل هذه المجموعه اللي عم تشتغل، اللجنه اللي عم بتشتغل هذا الموضوع اللي هن عباره عن شيء 50 او 60 واحد، في واحد منهم بس مرشح وما ما ما قال عليه هذا الموضوع اصلا. الترشيح بعده مأخر كثير موعد الانتخابات. نعم، وزير الصحة يقول أنه رح يصير في كبسات وعلى بعض المستودعات، حتى مستودعات الصيدليات، لأي درجة في أدوية مخبية عن المواطن؟ أبدا، نحن جاهزين لكل، بس تحب تفضل وزارة الصحة، أكيد وزارة الصحة مش المدمنين وجماعة البلدية وهول وزارة الصحة مرحب فيها بأي وقت بأي صيدلية تجي تفوت تكشف على ستوكات. نعم، وتشوف شو في عنا، شو باقي عنا، وانا كمان بدعيهم لشغله، يعني انا بساعدهم بهذا الموضوع، يعطوا مريض روشتة ويبعثوه على الصيدليه ويقولوا له خذ هاي روشتة وفوت على الصيدليه اطلب هذا الدواء. اذا صيدلي قال له مش موجود هذا الدواء، يفوت التفتيش ورا منه ويفتش على الدواء، اذا لقاه يحطوه بالحبس. نحن ساعتها مع انه يحطوه بالحبس اذا في صيدلي عم بيخبي قطعه دواء وحده عن مواطن معتازه، او علبه حليب وحده عن مواطن معتازه. عم نحصل على كميه ضئيله وصلت هلا باخر شهر لقطعه وحده بالشهر لدواء ممكن ينطلب 10 قطع منه باليوم. كيف نحن ممكن نكمل والناس صارت عم تعتدي علينا، وصلنا نحن بالمواجهه مع العالم المباشره؟ نعم، على امل دكتور علي انه تنحل هيدي القصه، لانه المواطن هو الخاسر الاول والاخير بهذا الموضوع. صحيح، خصوصا اللي عندهم امراض مزمنه والاطفال، وهذا يعني موضوع لا يمكن السكوت عنه، وخلص وصلت لمرحله يعني مبكية. دكتور علي صفا، عضو لجنة تجمع أصحاب الصيدليات، أنا بشكرك لوجودك معنا. الآن نكون مع فاصل إعلاني، بعده نتابع الحدث والزميل رامز القاضي.